جمال الأسمر عاد إلى الحياة وهو حاليا إلى جنبنا عم نشوفه عم يتبسم. شفتوا امبارحة المشهد المأساوي جدا يلي بكى الكثيرين. اليوم لازم نبتسم مع جمال الأسمر. اليوم يوم جديد، رجع الأمل، لأنه في ناس عندهم قلب كبير مثل دولة الإمارات، مثل سفير الإمارات بلبنان يلي كفل اليوم بحالة جمال. جمال اليوم امبارح جيت لعندك لاخذ منك انترفيو، يعني كان مشهد صعب جدا، ما كان فينا نوصل لك. هلا ما بعرف اذا فيك تحكي اما لا، ولكن انت اليوم بمستشفى هيكل بطرابلس، حتى وزاره الصحه قدمت خدماتها على الفور، مشكوره. قادر تحكي شيء هلا؟ يعني احكي مع الحكيم انا على كل الاحوال. حطنا شوي بالجو، شفنا امبارح وضع مأساوي جدا، كلنا تفاعلنا معه كصحفيين، كمشاهدين، كأشقاء من دولة الإمارات يلي ما قصرت مع اللبنانيين، مشكورة جدا. يا ريت كان فينا نقول الدولة اللبنانية ما في حدا نائب ولا وزير ولا حدا عمل اتصال صغير، ولكن مشكورة جدا دولة الإمارات. خلينا ما حطك بهذا الموضوع، تحكينا أكثر عن حالته الطبية، وخبرتنا هنالك أمل يرجع يحكي، وهنالك أمل أنه يتطور حالته ويصير فعلا يعني بصحة أفضل. وهذا المريض امبارح وصل على الطوارئ بحاله عمل افيسي اسكيميك، يعني عمل جلطه على راسه من فتره سنتين وما تعالج بسبب الاوضاع الماديه اللي كان عم يمرق فيها، وللاسف هالجلطه تركت اثر عليه انه ما عم يقدر يحكي المريض مزبوط، وعملت له ايميبليجي على مال ثاني حتى ما في يمشي بحاله مزريه. كان مهمول لسنوات طويله، في اهمال من ناحيه المعيشه والبيت اللي قاعد فيه، وفي اهمال طبي انه ما كانوا عم يقدروا ياخذوه على حكيم او يحكموه أو يشوفوا شو مشكلته. هلأ وصل على الطوارئ، أكيد استقبلناه على حساب وزارة الصحة، والمستشفى كل عمر بتسأل المرضى ما بتسأل على حساب شو، يعني بهمها صحة المريض أول شيء. عملوا الفحوصات كل اللازمة، ونعمل ARM وسكانيرات اللازمة. هلأ تبين أنه في شوية تخربط بالضغط، عم يتزبط الضغط، شافوا حكيم القلب وحكيم الرأس متابع الموضوع. لحقنا بالوقت المناسب، أو كنا شفنا يمكن نتيجة مختلفة تماما؟ أكيد هو لو إجا بالوقت اللي وقت العمل فيه الجلطة كنت حنلاقي النتيجة أكتر من هيك، بس طالما صار للوقت الجلطة مرق عليه تركت أثر، فهذا الأثر حيطول أكيد، بس إن شاء الله بنتأمل على العلاجات الموجودة من ناحية تظبيط الضغط والأدوية والسيالين والأسبرين عم ياخذوه مع الفيزيوثيرابي والريديكاسيون ومركز تأهيل للنطق، إنه أكيد إن شاء الله هذا الشيء بيحسن وضع المريض، ونحن متأملين بهالشيء. يعني أساسا هو كلينيك ما من بارح لليوم فرق المريض، وبنتأمل إنه يوم عن يوم حيكون في تحسن أكثر وأكثر كل يوم عن يوم. خلينا بس نشوف نتأمل. جمال جمال عن جد شد إيدي. أبداي والله أبداي أبداي إيه ضحك. رجعت إلى الحياة، تعطيك ألف عافية. على تبعنا امبارح هيدا الحالة وتبعوها كل اللبنانيين. في عندك عائلة كبيرة بلش نعم. ولكن ابنه هل هو موجود الآن؟ نعم بالمستشفى نبيلة. يعني تبعنا ابنه أيضا اللي نزلوا دموعه أسفا على الواقع اللي هو فيه. نعم ابنه كان موجود طوال النهار، ولكن عم ياخذ هلا رياحه من بعد ما كان حد بيو كل الوقت. مرته اللي كانت بعيده عنه هي موجوده ايضا مع بنتها. ربما هذه المبادره اللي صارت ترجع العائله لبعضها، كل شيء معقول، ولكن هلا الوقت كمان عم ينبشوا على شقه. طبعا كمان دولة الامارات طبعا باعاز من سفير الامارات في لبنان حمد الشمسي راح يكفل بشقه على مدى سنه طبعا ليعيش بي حالة أفضل ليتحسن، وطبعا هناك مساعدات كثيرة عم توصل له كرمال يقدر يحسن ظروفه الحياتية. وفي كتير ناس بيحبوك يا جمال، ومنك وحدك ومش الحال. يعطيك ألف عافية. هذه البداية لصحته، إن شاء الله تكمل بهالطريقة ويكفي العلاجات. نحن دائما نعم نبيلة، شكرا لك، ورح نكون دائما إلى جانبه لا طبعا نتابع معه كيف حيتحسن من هالحالة ليصير أفضل، وليكون لأولاده موجود ويهتم فيهم أيضا مثل ما كان يفعل دائما قبل ما يبرم الدولاب بحياته ويصير بهذه الظروف الصعبة جدا. ولكن الإنسان عم بيكون حد الإنسان اليوم لا يساعده في هذه الظروف الصعبة. شكرا لك.